لعلنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة خلاص أعلنت شاومي عن موبايلين من سلسلة ريدمي اللي هو ريدمي نوت 11 اس وريدمي نوت 11، وخلاص هيبدأوا متوفروا من بكرة 1 فبراير في الأسواق المصرية عندنا. وطبعا هنستعرض النهاردة الموبايلين مع بعض، النوت 11 اس والنوت 11، وهنشوف سلسلة ريدمي السنة دي مختلفة عن سلسلة ريدمي السنة اللي فاتت النوت 10 ولا فيها تحديثات، وايه اللي فيها. النهارده طبعا اعلنت رسميا عن سلسلة ريدمي نوت 11 اس ليستكمل مسيرة نجاح الاصدار السابق اللي هو ريدمي نوت 10 اس، طبعا شفناه بنجاحاته وكان موبايل محترم جدا، وبقت طبعا موبايل يعني افضل نسبيا شوية، ان الشاشة بتدعم 90 هرتز مع معالج جي 96 وكاميرا خلفية 108 ميجا بكسل. تعالوا نتعرف بقى على المواصفات الموبايل بتاعنا الريدمي نوت 11 اس. بيأتي بأبعاد 159.9 في 73.9 في 81 ملي مع وزن 179 جرام، وبيدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع النانو، وبيدعم شبكات اتصال الجيل الرابع. الهاتف مضاد لقطرات الماء الخفيفة الاي بي 53، وخاماته طبعا خامات تصنيع جايه من البلاستيك. الشاشه بتاعتنا تاتي الشاشه من نوع الصب في المنتصف في النوت 11 اس من نوع اموليد، طبعا بتاخد مشاهده كويسه جدا النوع الاموليد، بمساحه 6.43 بوصه بجوده فول اتش دي بدقه 1080 في 2460 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 409 بكسل لكل بوصه، مع دعم الهاتف لأبعاد العرض الجديدة من 20 لـ9، وبتدعم معدل التحديث 90 هرتز غير النوت 10 اس اللي هو كان 60 هرتز لاستجابة أفضل أثناء استخدام الشاشة وبالأخص في الألعاب، بالإضافة لوجود طبقة حماية على الشاشة من نوع جوريلا جلاس الجيل الثالث. بيتوفر الهاتف بأكثر من إصدار، طبعا الإصدار الأول بيأتي بذاكرة 64 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت من نوع LPDDR2. الإصدار الثاني هيجي بسعة 128 جيجا، نفس النوع برضو من الذاكرة بسعة الرامات 6 جيجا بايت ونفس النوع. الإصدار الثالث هيجي 128 جيجا نفس نوع الذاكرة مع رامات 8 جيجا، يبقى أنا عندي 64 6 جيجا و 128 6 جيجا و 128 8 جيجا، نوع الذاكره UFS 2.2 والثانيه LPDDR2. اما عن هدايا الاداء الهاتف ياتي ومعالج من شركه ميديا تك من نوع هيليو جي 96 بتكنولوجيا ال 12 نانومتر، يعني هو نفس المعالج اللي موجود في النوت 10 اس مفيش اي اختلاف، مع معالج رسومي من نوع الميلو جي 57 هو نفس اللي موجود في النوت 11 اس. فشاومي قررت الاتجاه في هذا الاصدار الى معالجات الميديا تك فئه الجي عشان طبعا الاسعار يعني، وتم تطويرها بشكل كبير للحصول على تجربه العاب افضل على حساب درجه الحراره واستنفاد البطاريه بالتاكيد. تعالوا نشوف بقى الكاميرات عندنا جايه هنا بكاميرا اماميه بتاتي بثقب في المنتصف بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4. الكاميرا الخلفيه تاتي بقى غير اللي في النوت 10 اس كانت 64، لا الكاميرا الاساسيه هنا جايه ب 108 ميجا بكسل في النوت 11 اس فتحه عدسه 1.9 يعني الكاميرا دقتها 108 الاساسيه بمستشعر من نوع سامسونج اتش ام 2 وهي الكاميرا الاساسيه، اما الكاميرا الثانيه بتاتي بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 وهي الكاميرا الخاصه بالتصوير الالترا وايد، اما عن الكاميرا الثالثه فتاتي بدقه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 وهي الكاميرا الخاصه بالميكرو، اما عن الكاميرا الرابعه فتاتي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4 وهي الخاصه بعمل البورتريه والعزل، بالاضافه الى فلاش احادي من نوع ليد فلاش. يعني عندي اربع كاميرات 108 الاساسيه، الالترا وايد 8 والميكرو 2 والبورتريه 2. ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل معدل التقاط 30 اطار او 30 فريم في الثانيه، وبيدعم ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء.
الواي فاي بياتي بترددات الاي والبي والجي والان والاس، كما يدعم الهوت سبوت الواي فاي، بيدعم البلوتوث الاصدار الخامس، ويدعم تحديد الموقع الجغرافي الجي بي اس، وبيدعم انظمه الملاحه الاخرى. وبيجي البروسيسور كمان ملحوظه، ان البروسيسور هيجي بسائل ليكويد عشان خاطر تتحمل درجات الحراره العاليه في الصيف. وسائل الامان والحمايه، بيدعم الهاتف مستشعر البصمه، وبيجي فيه زر الباور كعاده شاومي، ومدمج بزر الباور، كما يدعم خاصيه الفيس اللوك لفتح الهاتف عن طريق الوجه. وكما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الاخرى، التقارب والبوصله والجيروبكسي. ويدعم الهاتف منفذ 3.5 مللي بسماعه الاذن، وده بيجي اثر الهاتف لسه محتفظ بال 3.5. السماعه الخارجيه تاتي بالصوت ستيريو لتحصل على صوت مجسم، ودي كعاده شاومي كل موبايلاتها الفئه المتوسطه بتيجي بصوت ستيريو. منفذ الشحن يو اس بي ياتي من نوع التايب سي، وطبعا بيدعم خاصيه الاوتو جي لتشغيل اي يو اس بي درايف على النوت 11 اس. البطاريه تاتي بسعه 5000 ملي امبير مع شحن سريع بقوه 33 واط عشان تقدر تشحنها، يعني كويس، هو نفس اللي موجود في النوت 10 اس. ياتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهه شاومي الميو 13، ويتوفر الهاتف باللون الازرق والابيض واللون الرمادي، ازرق وابيض ورمادي. عيوب الريدمي نوت 11 اس، طبعا العلبه ما فيهاش سماعه، الكاميرا الخلفيه تبقى بارزه عشان هي طبعا المستشعر بتاعها 108 ميجا بكسل، المعالج مناسب للالعاب طبعا الجي 96، ده حاجه كويسه جدا وحاجه يعني في الالعاب، واثبت كفاءته في الالعاب. احنا طبعا مش نقدرش نقول عليه ان هو كمعالج وحش. طبعا لا يدعم تصوير فيديوهات 4K. الحافه السفليه للشاشه كبيره، الخامات جايه من البلاستيك وليست الومنيوم، والظهر بلاستيك وبيبصم. بطاريه طبعا ميزته بطاريه كبيره بتصمت للعمل فتره طويله، وبيدعم استخدام شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. سماعات ستيريو، دي حاجه كويسه وميزات حلوه، وبيدعم الار بلس طبعا، والخاصه بالتحكم في الاجهزه الكهربائيه. شاشه طبعا هنا جايه اموليد، حاجه محترمه، بتدعم 90 هرتز وبتقدم تجربه مميزه اثناء الاستخدام اليومي. وبيدعم خاصيه الاولويز اون ديسبلاي لعرض الاشعارات على الشاشه، طبعا دي موجوده في ايه، في اي شاشه اموليد. معالج مناسب الجي الميديا تك هيليو جي 596 يعني، ولكن بيعاني من ارتفاع الحراره بعد الضغط عليه، وهم حطوا عملوا ليكويد ليه عشان سائل للتبريد، طبعا دي حاجه كويسه. متوقع اداء جيد من الكاميرا الخلفيه واحسن من الجيل السابق، طبعا الجيل السابق كان 64 هنا 108، بس طبعا المعالج يعني شغل العاب ولا شغل كاميرا، ده اللي هنشوفه لما ينزلوا بالتجربه بتاعته. ما تتخدعوش في الارقام، يعني الرقم ال 108 ولا 64 ما تتخدعوش، لان المعالج برضو على قده. طبعا هنا عاوزين بقى نعرف الاسعار الرسميه، خلاص استمعوا بقى للاسعار. النسخه ال 64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4400 جنيه، النسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4900 جنيه، والنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5000 جنيه. وتوفر الهاتف في المحلات من يوم 1 فبراير القادم اللي هو بكرة ان شاء الله. دلوقتي بقى هنخش على مواصفات النوت 11 بس، وهنشوف مواصفاته، فتابعونا، وياريت نشترك بقى في القناة ونفعل زر الجرس ونعمل اعجاب ونعمل كومنت، وتعالوا بقى نشوف مواصفات النوت 11 العادي الفورجي. اعلنت شاومي اليوم 31 يناير عن سلسلة الريدمي نوت 11، طبعا سعره رخيص وبيجي بامكانيات عالية. تعالوا بص بقى على مواصفاته، هو الهاتف بياتي بابعاد 159.9 في 73.9 في 8.1 ملي مع وزن 179 جرام. بيدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع النانو، بيدعم شبكات الاتصال الجيل الرابع. الهاتف مضاد لقطرات الماء الخفيفة كما زي ما عودتنا شاومي. الخامه طبعا جايه من بلاستيك. الشاشه تاتي بثقب وفي المنتصف، وبتيجي من نوع اموليد، يعني انت هتاخد موبايل شاشه اموليد بسعر رخيص. بمساحه 6.43 بوصه بجوده فول اتش دي بدقه 1080 في 2460 بكسل، بمعدل كثافه بكسلات
490 بكسل لكل بوصه، مع دعم الهاتف لابعاد العرض بنسبه 20 الى 9، وتدعم معادله تحديث 90 هرتز برضه نفس القصه بتدعم 90 هرتز. ده حاجه كويسه جدا للاستجابه الافضل لاستخدام الشاشه بالاخص اثناء اللعب. طبعا احنا بنشوف عارفين الشاشه الاموليد بتاخد منها اداء عالي، بتاخد منها تشبع الوان، بتاخد منها لون الاسود على طبعة حماية جوريلا جلاس الجيل الثالث. بيتوفر الهاتف بأكثر من إصدار، الإصدار الأول بيأتي بذاكرة 64 من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة 4 جيجا بايت. النوع الثاني الرامات يعني 4 جيجا، الإصدار الثاني بيأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 ونفس النوع مع رامات 4 جيجا، والإصدار الثالث بيجي مع 128 جيجا نفس النوع الذاكرة مع 6 جيجا بايت درامات والنوع LPDDR2. طبعا ذاكرة قديمة شوية بس مش عارف يعني ليه شاومي. يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري، وده ليه منفذ لوحده وبرضه حاجة كويسة. أما الهاتف فيأتي ومعالج من شركة سناب دراجون 680 بالتكنولوجيا 6 نانومتر، حاجة يعني موفر البطاقة الكهرباء والطاقة وحاجة كويسة من شاومي في هذه الفئة، مع معالج رسومي أدرينو 610 والذي نراه للمرة الأولى في هواتف شاومي، هنشوفه أول مرة المعالج الرسومي ده. الكاميرا أمامها تأتي بدقة واحدة دقة 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4، الكاميرا الخلفية 50 ميجا الأساسية 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.8 وهي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2 وهي الكاميرا الخاصة بتصوير إيه؟ الألترا وايد. خلاص عرفنا 8 الألترا وايد. طب الميكرو بقى، الميكرو والعزل والبورتريه هيجوا برضو كاميرتين 2 ميجا و2 ميجا وفتحه عدسه 2.4، يعني احنا عندنا اربع كاميرات اساسيه 50 ميجا بكسل، الثانيه الالترا وايد 8 ميجا، والميكرو والبورتريه والعزل كاميرتين واحده 2 وبنفس الفتحه 2.4، وبيدعم فلاش احادي من نوع ليد. بيدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 فريم في الثانية، وبدعم برضو كعادة شاومي او سلسلة ريدمي ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء. الواي فاي طبعا احدث حاجة، البلوتوث بيجي باصدار الخامس، وبيدعم تحديد المواقع الجغرافية وسائل الامان، البصمة مدمجة في زر الطاقة الباور والفيس انلوك، وبيدعم الهاتف معظم مستشعرات التصارع والبوصلة. بيدعم الهاتف منفذ 3.5 ولسه محتفظين بيه في سلسلة ريدمي نوت 11. السماعة الخارجية تأتي بصوت ستيريو، ده حاجة طبعا عشان تحصل على صوت مجسم. منفذ اليو اس بي تايب سي، وبيدعم تدعم خاصية الاوتو جي زي اغلبية كل الموبايلات اللي موجودة. البطارية تدعم تأتي بساعة 5000 ملي امبير مع شحن سريع 33 واط، حاجة كويسة. يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع الواجهة الجديدة الميو 13، ويتوفر الهاتف باللون الازرق والابيض والرمادي، ازرق وابيض ورمادي. عيوبه طبعا العلبة ما فيش هش السماعة، ما بيدعمش الـ NFC ولا هو ولا الـ 11S. اداء الكاميرا السيلفي 13 ميجا، بيفتقد الماس تصوير الفيديوهات الى 4K، ما فيهاش تصوير فيديوهات 4K. اداء الكاميرا الخلفيه متواضعه، مستشعر التقارب سوفت وير ولكنه اداء مقبول، بيعتبر هاتف تطوير بسيط عن الجيل السابق اللي هو ريدمي نوت 10 في استخدام شاشه بتردد 90 هرتز مع معالج مختلف، بيقدم اداء متقارب، وكاميرات مختلفه بتقدم برضو اداء متقارب. يعني الريدمي نوت 10 هو الريدمي 11، ما فيش فيهم اختلافات غير حاجات بسيطه. مميزاته بيدعم شريحتين وكارت ميموري، سماعه ستيريو، طبعا معودنا بقى شاومي على الار بلس اللي هو ايه الريموت كنترول، خاصيه التحكم في الاجهزه الكهربائيه عن بعد. شاشه اموليد المره دي تدعم 90 هرتز، بتقدم طبعا تجربه فريده من نوعها في فئه الهواتف السعريه. المعالج بيقدم اداء جيد يعني، وطبعا احنا شفنا اللي بيميز شاومي انها بتحصل على اقوى اداء باقل سعر، القيمه مقابل السعر. البطاريه بتقدم اداء جيد بالاضافه الى منفذ التايب سي والشحن السريع 33 واط، لان عندنا بطاريه 5000 ملي امبير، وبعد عام طبعا شاشه اموليد بتدعم خاصيه ايه الاولويز دون وان ديسبلاي لعرض الاشعارات على الشاشه وهي مغلقه.
عاوزين بقى نشوف الاسعار، تعالوا بقى يلا نسمع الاسعار بتاعتنا. النسخه 64 4 جيجا رام بسعر 3400 جنيه، النسخه 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3700 جنيه، النسخه 128 مع 6 جيجا رام بسعر 4000 جنيه. نقول اسعار تاني، يلا نقول تاني. النسخه 64 4 جيجا بسعر 3400، النسخه 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3900 جنيه، النسخه 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4000 جنيه، وهيتوفر بكره 1 فبراير في مع الموزعين المعتمدين وتوكيلات شاومي. ده كان النهارده الحلقه بتاعتنا عن الموبايلين اللي خلاص هنشوفهم بكره في السوق المصري، الريدمي نوت 11 والريدمي نوت 11 اس، وان شاء الله منتظرين الريدمي نوت 11 برو، هينزل برضو خلال هذا نص شهر فبراير او اخر شهر فبراير لسه هنعرف. دي كانت حلقه النهارده، اتمنى بقى لو عجبتكم الحلقه يعني نعمل اعجاب ونعمل كومنت ونصلي على سيدنا محمد ونشترك في القناه ونشوفكم في حلقه جديده وموبايل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.